نقدر نقول لك من 2010 2011 بحال هكاك، مي اون 2022 بدا المهدي. شنو جربتي قبل زعما حاولتي كتدخل استوديو كدير فري ستايلات وهذه، شنو الحاجه اللي كتخلي رابر ما يبداش لقيت اللي يلاه يدخل استوديو باش مزيانه؟ زعما انا بالنسبه لي اللعيبه اللي ما خلاتنيش زعما لونسي في لا كارير ديالي نيشان ونبدا كانت هي كنت كنقلب على ديك لي دونتيتي ميوزيكال و ليماج اللي باغي نكون فيها انا واللي غنرتاح فيها واللي غناسوميها فهمتيني. مي في 2022 كانت ديك هاد اللعيبه اللي كنت كنقلب عليها اللي كتقلب دابا هادشي اش معنى استريس بروديكتور مزيان استريس اللي حاولتي تقربنا من السيل ديال المهدي كنظره ديال منتج فني كيصيب الموسيقى وكيكون داف ورا ورا لا طابل. المهدي انا صراحه ملي سمعتو زعما انتريسيت قلت شكون هو الدري هذا وعرفتو من المكناس قلت اوكي و